عليكم، نتمنى تكونوا بخير، بصحة جيدة، أموركم كلها بخير. كبرت عليكم. أنا كندير قد راسي وكنمشي كنجي كنرجع كنقول لك كبرت عليكم. صراحة كما شفتوا من العنوان بلا ما نطول عليكم في المقدمة، بحال هاد الفيديوهات ما تنحملش نديرهم وما تنبغيش نديرهم نهائيا. ما تنبغيش داك الفيديوهات اللي فيهم داك الشكا والبكا وداك الطاقة السلبية، ما الواحد ما يدير بهم، ولكن فقط غير قلت مع راسي علاش المهم نعاود البنات وشنو طرا ليا. تقدر تكون شي وحده تستفاد، تاخذ مني العبره، تاخذ مني يعني القناعه اللي اقتنعت بها او القرار اللي قررته. فالمهم اش تسلم على خالاتي، دلي 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 مبوزه، دلي نقول لهم شعري طوال خاصني نحسن، ويني ويني ويني، دلي مبوزه دلي مبوزه دلي مو دير هو دير هو سير سير جيب الدبدوب ديالك، شوف جيب الدبدوب ديالك. لا لا انا تي نعرفك انت نمس هاك هاك هاك، خليني نهضر مع خالاتي. هاك جيب جيب هذه العبايه، شوف هاك هاك العبايه، هاك 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 العبايه، يلا جي العبايه هنا حدايا، لعبي حدايا، يلا هاك العبايه، هاك هاك محمود هاك شد، يلا سير. المهم بنات شكرا للاسئله السؤال ديالكم، شكرا لكل شيء اللي سول عليا، اللي تيبعث لي رسائل اللي في الانستغرام، لان تما كاينه كنت هضرت مع البنات قلت لهم دعيو لي لان مريضه بزاف. صراحه ما قصروش من الدعوات ديالهم، لا هما لا يعني الاخوات للامهات ديالي اللي كاينين في القناه او في الانستغرام. فكم من هنا كنقول لهم شي حد اجي، بغيتي تبان معايا اجي هنايا وسير لعب هذا، جيب الدبدوب. ف هنا در شي واحد صراحه داس عليا مزيان، ما نكذبش عليكم، داس عليا تقريبا واحد جوج ديال الاسابيع ما كنلطش من هذا الفوطي هذا، كان نعس لداخل كيفيق محمد كيمشي للخدمه، كيفيق محمود كنجي كنعس هنا وكنتغطى والام قابله. السبب ديال هذا الشيء كله اني كنت كناخذ واحد الدواء اللي هو كما قلت لكم قبل، اني انا عندي التهاب في الاعصاب ديال العنق ديال الظهر، داكشي مخربق بزاف. فكنت كناخذ واحد الدواء، وداك الدواء طولت فيه بزاف، وحتى داك الدواء داخل فيه المهم داخل فيه يعني شي حاجه كيعالج شي حاجه ديال الاكتئاب ديال باش كيهدل لك الاعصاب ديالك وداكشي. فانا خدت فيه فتره طويله، بقيت عاد نشرب تنشرب تنشرب و فالمهم كما قلت لكم بقيت كناخذ فيه فتره طويله. علاش ما رجعش للطبيب؟ لانه محمود كان مرض ليا، فهذاك علاش. وكان البرد وكان داكشي، بقيت كنشرب تنشرب تنشرب. المهم ملي رجعت عنده قال لي راكي كثرتي من هادشي، علاش ما رجعتيش عندي كما قلت لك من بعد اسبوعين؟ صافي هادشي اللي كاين. المهم رجعت عنده، رجع عطاني واحد الدواء، الدواء ديال المهم داك الدواء ديال هاد يعني ديال العلاج ديال هادشي كيسكن الاعصاب. المهم الدواء الثاني كما قلت لكم يعني ديال كيسكن الاعصاب ديال العنق وديال هادو، كيرخي لك الاعصاب، وفيهم واحد الادويه اخرى ديال الاكتئاب. يعني 100%. المهم دوك الادويه شربتهم، فاش بديت كنشربهم انا قلت كتجيني الدوخه وتجيني وما تنقدرش نوض، يعني دوخه ما تنقدرش نوض بحال داك الشكل ديال ملي تكون عندك الطونسيون نازل، اولا ملي تكون عندك فقر الدم، اولا تكون عندك نقص في الحديد بحال داك الشيء. انا قلت اشنو محمد هو قال لي شوفي هذا غير صاحب ديال الدواء اللي فات، لان بقيت كتشربيه بزاف، هادو غير الاعراض ديالو ديال انه كيتسحب من الجسم. فهذا المهم بقيت هكذاك يوم في يوم في يوم في يوم، في سيمانه دايخه ويعني كنحس بالحريق في هكذا في كتافي، وما قادراش ندير وما عنديش طاقه، ما كاينش باور، ما كاينش الجهد، يعني ما كاينش المورال شي حاجه. المهم اجي نهضر معاهم، ها هو نجي تنقرا داك انا في العاده ديالي الصراحه متعوده كنقرا داك الادويه، متعوده اش نقراهم يعني ديك الورقه ديالهم، متعوده اش نقرا تنشوف اشنو ديالاش، يعني شنو اللي كيدار ديالاش، هويا نشوف واش الطبيب نيت شي طبيب هو ولا المهم ولا شي خربقه. ما قريتش هاد المره مع الدوخه ومع داك الدواء الاخر، صراحه نافعني كان فيك كيكالميني مزيان، وكان تيكالم ليا حتى هاد الاعصاب ديالي اللي في العنق ديالي. صافي ما قريتش شي دواء. اش كنضحك علاش كنضحك انت؟ المهم ما خلانيش حيد داك الستاند عطيته لي. كما قلت لكم البنات سميتو اللي تنقاد التليفون،
مهم كما قلت لكم البنات داك الدواء الثاني كنت متعوده انا كنقرا الادويه كنشوف اشنو فيها، خصوصا ملي كناخذ دوك الادويه ديال الحقن المجهري داكشي. المهم حتى نقرا عشان نبغي نشوف لانه داكشي بزاف. هذا ما يعني ما قريتش وما ديتهاش فيه، صافي قلت الطبيب مزيان وفاهم وداكشي ما غاديش نقرا، خليني نشرب باش يعني نتكالمو ونهدى، لانه فاش كنت كنقطع داك الدواء الاخر كانت تشوق عليا واحد الحاله بشكل. المهم هذا ملي جاتني ديك الحاله وصافي ما بقيتش نقدر نوض نهائيا، ما بقيتش نقدر يعني حتى ولدي ما بقاش نقدر نوض بالدلي. ملي جيت نقرا ديك الورقه ديالو لقيت شو انه كي يضرب في الكلاوي، انه اذا كان عندك الكلى مرض كلى ما يعني ما تخرجوش نهائيا، اذا كان عندك طونسيو خاصك يوميا تعبر الطونسيو لانه كيطلع الطونسيو. المهم بزاف ديال المشاكل، مهم بزاف ديال المشاكل. انا ملي شفت هكاك نط عندي جهاز ديال طونسيو قستو لقيتو 17 18، يعني 17 طال لي 17 18 صافي. ديك عرفتي دوك المرحله اللي عينك ما قدرتش تحليها، يعني هاد البوله هادي كنت كنتكى هنا الصباح كنبقى مع محمود متكيه هنا، يعني كندير لي غير شي ماكله خفيفه ولا شي حاجه حتى كيجي محمد من الخدمه هو اللي تيقابلو، صافي تنقول له طفي ديك البوله اللي الفوق ما تشعلهاش نهائيا. ما بقيت كنعبروا هكداك ما كينزلش داك الطونسيو ما كينزلش نهائيا. ثاني يوم هكداك كنت مشيت للقاهره على قبل شي وراق وشي حاجه في السفاره. مهم ملي مشيت صافي ما قادراش نحل عيني وانا غاده، وما قادراش نحل عيني وانا جايه نهائيا. تركت الفرماسي قلت يمكن يكون عندي داك الجهاز ديال الضغط ماشي هو هذاك ولا ماشي مقاد. مشيت ملي مشيت عبرتو لقيتو 18 طالع. ديك الساعه قال لي المهم داك داك صاحب الفارماسيان كيعرف محمد، ديك الساعه قال لي خاصك ضروري تمشي الارجونس اولا تاخذي خدي هاد الحبه على الاقل، خدي هاد الحبه ديال تحت اللسان هذيك عرفتها هذوك الحبه اللي تحت اللسان باش المهم باش ينزل لك على الاقل، ومن بعد عاد باش تشوفي طبيب ولا تشوفي شنو ديري. ايوا واش غنقول لكم. مهم دازت عليا مزيان صراحه. هذا الضغط شي حاجه اللي هي صعيبه، سواء نزل لك سواء طلع لك شي حاجه اللي هي صعيبه. انا شنو بغيت نوصل لكم انه ماشي اي دواء ناخذوه غير نشربوه صافي، لا خصنا نعرفوا ديالاش، خصنا نشوفوا اشنو يعني المضاعفات ديالو، خصوصا هاد الادويه ديال الاكتئاب. هاد الادويه ديال المهم اللي كتكون فيها، لانه الادويه ديال الاكتئاب راه تتكالميك، عرفتي شنو تتكالميك؟ تخليك عاد دوري في عويناتك هكذا كتشوفي، فاذا راه فيها شي حاجه اللي هي ماشي نورمال. صافي ملي طرا ليا داكشي ما نكذبش عليكم رجعت على الطبيب. يعني بعد فتره كان عندي كان محمد خدام ما يقدرش يخلي خدمته، وخصوصا ان الطبيب ديالي في اسكندريه، وداك الطبيب اصلا ما تيكونش الا نهار يعني نهار الجمعه ولا نهار الجمعه واقيلا مشينا ليه. المهم مشينا ليه الطبيب بحال ما عجبوش الحال، ما قلنا ليه راه داك الدواء طلع ليا الطونسيو، راه سميتو راه انا عندي مشكل في الكلى ما كانش خاصني نشربو بحال ما عجبوش السيد. المهم قالنا كتب لينا داكشي، خذ هاد الفيتامينات صافي وقف كلشي وقف. قلت لي انا اصلا وقفته، يعني انا وقفت الدواء وقفت كلشي، انا اصلا راه انتحار، هادي راه الموت هادي. لانه كنت ست شويه يعني كون ما فقتش انه نمشي نقيس الطونسيو بقيت على ديك الحاله، وكنقول يعني هذيك غير حاله ديال يعني غير حاله ديال العيا ولا غير داك الدواء الاول كيتسحب من الجسم ديالي، او كون راني تشليت ولا جاتني شي جلطه ولا تجيني شي حاجه. لانه باش يطلع لك الطونسيو 18 راه كاين ناس مساكن غير طلع لهم غير 16 ونص وجاتهم جلطه وماتوا. ف يعني باش يطلع لك المهم كما قلت لكم البنات هاد بوراس هذا هاد بوراس هذا هاد بوراس هذا كيدير القباحه، هاد بوراس هذا 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 كيدير القباحه هذا كيدير القباحه هذا. ديروا دير بوصه. المهم كما قلت لكم يعني كان ما يعني ما فقتش براسي وما فقتش يعني نعبر الطونسيو ونشوف لو كان واحد علم الله فين كاين هاد الساعه. الصراحه الصحه شي حاجه اللي هي نعمه واكثر من نعمه، باش تكون عندك باش تكوني بصحتك
يعني شي حاجه اللي هي صراحه الواحد ماشي ما تيحش بها، تنبقاو غير هز وحط وجري وتعصب ودير وهادي، ما تيتحسش بها حتى كطيح. يعني انا داك الوقت فاش طحت في ديك السيمانه اولا توجو سيمانات ولدي ما كنتش كنقدر نبدل ليه، يعني كنقابلو في الصباح ولكن راه ما قادراش بزز مني، لاني ما عنديش شكون، ما عنديش شكون اللي غيقابلني ولا اللي غيقابلو. محمد خدام كيجي مع العشيه كيقابلو كيجي كيسخن الماكله كيدير ليه الحليب كيبقى هكذا حتى كينعس، وانا ضروري ما كان خاصني نوض، ولكن محمود معوده واحد يعني واحد القاعده تبدل ليه، مسح ليه بحليبه ندير ليه الريحه، نمشط ليه شعره هو يعرف داكشي، صافي يعرف داكشي كيجيبو ليا منين تنبدل ليه داكشي كيقول لي زعما كاين اللي يدير ليا الريحه مشطي ليا. ما قادرش كنشوف ولدي هكذاك يعني حويجو مسكين مسخين، يعني ماشي شي مسخين من قيطه ديال الحليب قيطه ديال هذا ما نعرف شنو، ولكن ولفت اني نشوفو نقيو. الحمد لله داست عليا ما نكذبش عليكم، من داك الوقت وليت نقول يا ربي رجع ليا غير صحتي، يعني يا ربي غير تحيد مني غير ديك الدوخه، غير نوقف يعني غير ما نبقاش حاسه اني ما عنديش طاقه، ما عنديش باور، ما عنديش ما كاينش عندي داك الجهد، ما عنديش يعني ما تعرفيش اصلا شنو طاري لك. ولكن دوك الادويه البنات صراحه راه مصيبه، راه مصيبه في يعني هما كيعالجوك ولكن راه تيدمروا بزاف ديال الحوايج. من داك الوقت قررت ما غاديش ناخذ الدواء نهائيا، واحد يعالج راسو عالج راسك براسك، غادي نتعصبوا ايه، غادي نتقلقوا ايه، غادي نبكيوا ايه، غادي عندنا شي حاجه لداخل كاينه عندنا، ولكن داك الدواء باش تجي تقطعيه كارثه عظمى. يعني ما الواحد مازال ما وصلش ديك المرحله ديال انه تولي عندك ادمان، مازال ما وصلتش ديك المرحله الحمد لله. واخا في الاول ولا عندي بحال الادمان ملي كنت كنقطعو كنقطعو داك النهار ولا يومين شنولي يعني تتولي في واحد الحاله شويه صعيبه، ولكن قررت صراحه اني صافي نقطعو من بعد داكشي اللي ضرالي قررت نقطعو. شوف غادي يقتلني، وليت كنحس بال يعني بالكلى ديالي صدرني، لان انا اصلا البنات اللي قدام معايا راه عارفين عندي الكياس على الكلى، وخاص الضغط عندي ما يعلاش، لا مشات طونسيو اولا الضغط عندي على باي باي فالحمد لله. المهم هادشي اللي غبرني عليكم والله العظيم، هادشي قلت لكم غير باختصار، اما راه داكشي تو ماتش فان شاء الله صافي هادي اخر مره نغبر عليكم فيها، ولكن والله للظروف احكام. انا ملي تيكون مريضه ملي تكون عندي شي حاجه مثلا بغيش المهم مثلا بغيش نبقى نشكي ونبكي وداكشي صافي كنبغي اختفيت كنولي بخير ورجع لكم ان شاء الله. غادي نرجع لكم انا وهاد المشرب ديال حمودي ديال حمودي نرجع لكم ان شاء الله فيديوهات اليوم زوينين وان شاء الله الفرح قريب قريب. المهم باش ما نطولش عليكم نقول لكم مع السلامه، شكرا للاسئله ديالكم، شكرا للرسائل ديالكم، شكرا الناس اللي سولت عليا، شكرا الناس دائما اللي كتقلب عليا ملي تنخبر. ان شاء الله نديروا فيديوهات زوينين ونقول لكم عواشركم مبروكه. يلا نقول لكم باي باي، اجي دير باي باي دير باي باي دير باي باي، نقول لكم باي باي، نقول لهم نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر زوين ياك، قولي بتسناوني نشوفكم فيديوهات زوينين خطيرين. يلا باي باي عليكم، ان شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانيه. اوه دير هو دير بوسه دير بوسه دير بوسه دير بوسه، يلا باي باي.